كلكم ناطرين ردة فعلي على آخر مقابلة عملتها داليا النعيم. نادين نجيم صرحت إنه منا عاملة تجميل أبداً، بس شوية رتوش إضافة للوك أصالة الجديد. وشو السبب الانتفاخ بوجه دنيا بطمة ومواضيع عديدة؟ ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. بهيدا الأسبوع رجعوا استضافوا داليا النعيم المشهورة بجمالها الطبيعي، وأول سؤال صدمني لما سألها عن المكياج، شوفوا شو جاوبت. داليا نعيم، ليش مكياجك أوفر؟ كمية الحمار اللي عندك يعني زايدة. زين أوكي، زين. أريد أسألك سؤال، هسا أنت قاعد قبالي أنا مكياجي أوفر؟ شو هالحكي يا عمي؟ داليا النعيم بتحط ميك أب؟ شو ولو شو هالتهمة هيدي يا جماعة؟ أنجأ بتحط نتفة بتلوي التلويت، يعني بالقطارة بتحط ميك أب ولي تحت الأرض ريتك. شركات المكياج من وراك رح بتأفلس، عم بيقولوا بطل عندها ستوك. انت بكل حلقة بتطلعي فيها بتطصي علبة، لا وبتقوله انت تشوف لي حاطة ميك أب. لا حبيبتي مش حاطة ولا شي، وجهك طبيعي والحشم لبستيه تلبيس مثل ديكيكتيب الطحين ومطلعتيه اختي عاملي مثل البروستد، يعني شو هي؟ لا وبكل ثقة. والمذيع راح تفرط معدته بده يضحك، تقول له انا بالغة بالميك اب. ابدا جمالك طبيعي، طمني حبيبتي. بنوصل للشط نخلص من الميك اب، اسمعوا لي شو قالت عن عمليات التجميل والدكاترة اللي بيروحوا عندهم. افاجئك بشي؟ إيه؟ والله العظيم قسما بالله لما اروح اسوي اعلان الدكتور مال تجميل كل الحبايب يروحوا له. خل حوله، اريد مثل خشم داليا، اريد مثل شفت داليا، اريد 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 اريد. هلا من عقلك عم تحكي هذا الحكي؟ هلا كل النسوان عم بتروح عند نفس حكم التجميل ويقولوا لهم ابغى تم داليا ومنخار داليا وكل شيء بداليا؟ شو هالنسوان يعني عبالهم يتطلقوا يا اختي؟ عبالهم يخوفوا جوزهم بالليل؟ بضجروا من جوزهم وبدهم ياخذوا نفقه ويتركهم هن فبيروحوا يعملوا موديلهم على موديلي؟ انت طبيعي تحكي هذا الحكي؟ يعني عم تضحكي علينا ولا شو؟ لا انا بظن الوضع عندك منو طبيعي، الثقة اللي عندي كتير زايدة عن حدها يا اختي. انا بنصحك تروحي عند حكيم التجميل تتأكدي هل يا ترى هول عم يجوا عم يعملوا تجميل كرمال ليزبطوا شكلهم، ولا في عيد الهالوين والبربارة، ولا عندهم زارعين حق الخيار ومقتي بدهم يعملوا في الزيعات ليهربوا الطيور ما ياكلولن الخضرة. لا لانه حبيبتي ما فات الموضوع براسنا، بدك تضحك علينا الضحك بغير شي. خلصنا من موضوع عمليات التجميل، فتنا على الصلاة، خلينا نشوف ليش داليا النعيم ما بتصلي. سبب عظيم. صدقني والله العظيم يعني مثلا اني عندي برنامج وياك، مثلا يعني صار وقت الصلاة شلون اني اصلي؟ اسعفي من البرنامج سؤال. اوكي ايه، وليش مستغربين؟ شوفي يا حبيبي حبيبات قلبي، هي اصلا 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 الواحد لما يصلي بتجي الملائكه بيكتبوا له بيزيدوا له بميزان حسناته عم يعمل واجباته الدينيه. بس داليا النعيم حبيبات قلبي لما بدها تصلي بدها تكون بلا ميك اب، يعني ما حيعرفوها الملائكه، حيقيدوها على اسم حدا تاني، بتطلع حسنات زيرو. فهي قررت انه ليش لا يروحوا حسناتي على الفاضي، ميك اب بفكروها الملائكة، داليا النعيم بلا الميك اب بفكروها نعيم بحد ذاته، فلازم نعذرها لانه حرام هي المخلوقة يعني هيك تجي تصلي وتتعب وتغسل وجهها وتشيل كل هالشحطار على وجهها. لا المخلوقة معها حق ما تصلي، قلبها وشفافها وانفها عامرون بالايمان، حرام نحن ما لازم نظلمها. جدل كبير وصدمة من بعد ظهور مباشر لدنيا بطمة بعد ما طوشتنا صور على الانستغرام معدلة بالفوتوشوب، انصدمنا بدنيا بطمة. لتعرفوا عن شو عم بحكي شوفوا الفيديو. اه ما تخشيوش لي هذاك الشيف وجهي. اه يا ناري. فكرة عليها كما سبق وقلت. يعني حديث السوشيال ميديا كل هيدا الاسبوع هو وجه دنيا بطمة المنفوخ.
لما سألوها ليش منفوخة هيك تقول لهم زاد وزني بعد الحمل. ايه وزاد وزنك بعد الحمل يا حبيبة قلبي، مبين عاملي فيلر، عاملي فيلر بس شو حاشي بوجهك ما بعرفش. انا بقول انه شكلك حاشي رز امريكاني، هيل بتكون الحبة هالقد وبتنفش، بس يحطوا لها مي بتنفش بيزيد حجمها، فمشان هيك ما بيحشوا فيها ورق عنب مشان ما تنتزع الورقة. شكله هالحكيم للتوفير مغلط لك بين المواد اللي بيستخدموه وحاطط لك رز امريكاني. شو هيدا يا عمي؟ انا برأيي يا دنيا يا حبيبة قلبي من بعد هيدا المنظر تغيري اسمك الفني من دنيا بطنة للساحرة دنيا نفاخة، اسم على مسمى بتصيري ولا تحت الارض. ريتك تعرفي حالك شو بدك تعملي لتحطي حالك ايقونة جمال، وبدك مليون سنة ضوئية وما بتوصلي لها لهاللقب. نادين نجام اخر مقابلة لإلها، انا انصدمت، انا بعرفها عادة نادين نجام صريحة، طلعت ما انا عاملة تجميل يا جماعة، نحن مغلطين وظالمينا. خلينا نشوف. ما هو انا حسسوني انه انا عامله فيس اوف على فكره بعدني مثل ما انا، يعني انه هن فيري سمول ريتاتش، وهذا شيء طبيعي، الانسان عم يكبر عم يتغير وهيك الكلينيكات حتى ايام الكورونا وما في دولار. كنترول حط لي فيديو بدايات نادين الجام وحطوا لي الفيديو هون. فيري سمول ريتاتش، فيري سمول ريتاتش، مثل هاي سمول 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 التبوله تبع مي حرير، فيري سمول ريتاتش. لا حبيبة قلبي انت مش very small retouch، انت راشي كل شي في عمليات عوجك، من نفخ من حقن من تعريض من نفخ، مانك بخلي شي يا اختي very small retouch. شو هي مين بيصدق هيدا؟ انت حبيبة قلبي مش بس very small retouch، انت شايلي راسك ومركبي راس جديد ومتبشعة، كنت كتير حلوة هلأ ما خلص جمالك راح، خصوصي هلأ باخر فترة مش ظابط وجهك، في هيك بتحسوا التواء بأماكن معينة، في محلات بوجهك مانا متناسقة. بتقولكن very small retouch، كتر خير الله انه بعد اولادهم بيعرفون من بعد كل هالتجميل. لا عم بتخيل ابنها يجي في من النوم تاني يوم يلاقيها بموديل جي بيقول لها انت ماما ولا تحت الارض هيديك، لا هي ما حبيتها منك، معودين عليك صريحة ندون، هيدي بدنا نبطلها الـ very small retouch. No chance. ما في chance ابدا. مايا دياب كل ما بدها تسوق لغنية بتوقع، خلينا نشوف. الزرافة وقعت، يعني ما شاء الله عنك يا حبيبة قلبي، ناتعت الاجر 3-4 امتار، انت اجريكي ما بس بيسندوا جسمك، بيسندوا تريلا ودبابة بحد ذاتها، يعني ما شاء الله عنك تجرنا منها هيدي الحركات. كل ما بدك تسوق الغنية وقعت مايا دياب، صرتي واقعة اكتر ما بيوقع تفكير الششبرك بالطبخة، يعني ما عم نحواكي، ما عم نعرف شو بدنا نعمل، ساعة بتوقعي بتفرجينا الكلسون، ساعة بتوقعي وتمرتحي اجريكي بطلوع، بعد ما استجي توقعي وتطوب زيلنا كمان، شو هي خلص بتكري شي جديد. بدك يجي مور فيوز لاغانيكي اعملي مثل محمد رمضان على البيع او سعد المجرد وبيسحب الغني، في اساليب جديدة، هيدي الوقعة صارت كليشيه ومبيني وقعتك فيك، ما شاء الله عنك، يعني ما عم قلك اجريكي 3-4 امتار بيسندوا تريلا بحد ذاتها، يعني خلص نو شانس. ما في شانس ابدا. امنا الغولة، مين قال انه امنا الغولة ما عندها معجبين وناس بيتحركوا فيها وبيتغزلوا بجمالها؟ خلينا نشوف شو صار معها. مستحيل. بقول لك والله العظيم ما عشت ما كوني ما يغازلون، تخيلوا واحد يغازلني ويقول يا زين هالطول، يا زين هالطول، ما يعرف اني انا احن ان شاء الله يا رب يكون متابعني على السناب، ترى مخطوبه انا، مخطوبه انا. صدمني ايه، ليش مستغربين يعني؟ يعني ليش تنستغرب اذا حدا اجى تغزل باحلام؟ شو بد يعني بشو بدنا نبلش؟ بجمالها
ما شاء الله عنا أجمل امرأة في الخليج العربي، يخز العين عنا، جمالها خارق، ما في حلوات غيرها ما شاء الله عنا. بدنا نحكي عن قامتها وطولها دبابة، يخز العين عنا، بتردح ردح، بتسحل، أو إذا ما نحكي عن أنوثتها ونعومتها ولا أنعم، أنعم من الحرير، يخز العين عنك يعني ضيعانه ما يتغزل فيك. هي من النوادر لا تصير. عفوا انت متجوزة على فكرة، ما كان في داعي تنشر هذا الفيديو هذا. اذا انا لهلأ ماني مصدق الموضوع على فكرة، لهلأ ماني مصدق انه في حدا عم يتحشر باحلامي. يمكن كان عم يتحشر باللي حدك يا اختي، معقولة هالقد معمل نظر؟ معقولة اعمى؟ انت بتتكلم جد؟ والله ما عرف غير منك دلوقتي ابو حميد. أثارت جدل كبير مقابلة مع الممثلة السورية فيلدا سمور يلي تحدثت فيه عن عدة فنانات سوريات. خلينا نشوف شو قالت وبنرجع نحكي. سلافة معمار: موهبة ضرب اثنين، هي إلى أسلوب وهي إلى أسلوب بالتأكيد. شكرا مرتجى. حظ ولا موهبة أكثر؟ حظ. حبيبتي أنت شارب شي شام شي قبل ما تعمل المقابلة؟ طبيعية أنت؟ هيدا حكي بينحكى؟ شكرا مرتجى حظ. شكران مرتجى يلي هي نمبر وان بالكوميديا بجيلة بسوريا، حظ، وأبدعت بالدراما، كسرت الدنيا، عدة مسلسلات كانوا في أدوار دراما. شكران مرتجى ولا أحلى. هي بتعطي قيمة للعمل لما تفوت فيه حتى لو كان النص ضعيف، انت بتعرفي هذا الشيء أو لا؟ شكران مرتجى أهم منك وأهم من سلافة معمار وأهم من سلافة وخرجي وأهم من كاريس بشار ومن كتير غيرهم، وبتحداك يكون في حدا بموهبتها. شكران مرتجى ما نشحت بعيون الزرق وبرميناتها وبطيختها، لا، شكران بموهبتها، شكل ما عندها كان، فاتت على الفن من خار مترين، كسرت الدنيا من أول ما مثلت كل مسلسلاتها، من أكتر المسلسلات اللي بتتابع وبتقولين حظ. لا، بدنا نروح حبيبة قلبي، إذا في خلافات شخصية بينك وبينها هيدا الشيء ما بيسمح لك تكوني غير موضوعية. أنا ما بحب أبداً آراء شكران مرتجى السياسي، ولا بحب سخافتها على موقع إنستغرام، ولكن لما بدنا نحكي الحق حق. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. مودر روز خضعت لعملية تجميل جديدة، خلينا نشوف. سويت جفن عيني. اوكي لحظة نتفاهم. اول شيء بس سويت الجفن المبطن، الجلد الزايد شلته، سألته انه ابغى سحبة العين، قال لي لا ما تحتاجينها. قلت له ابغى وسع لي عيني، قال لي عيونك وسيعة اصلا ما يحتاج انك تسوينها. فما رضى يسوي لي شيء الا انه يشيل الجفن الزايد المبطن هذا اللي عرفته اللي يكون نازل هنا. يعني شو هالحكيم البهيم اللي بتجير رزقة وبيقول لا؟ يعني بتجي عنده زبونة بتقول له بدي كبر عيوني وما بعرف شو، بقول لها لا جمالك طبيعي. يعني هلا انت بدك تقنعينا انه من كتر ما شاء الله منك انت حلوة الحكيم رفض يعمل لك هودي العمليات؟ فرجونا فرجونا كنترول، فرجونا كيف كان شكلها قبل التجميل. كانت بتشبه رونالدو حبيبتي لاعب البرازيل. يا حبيبة انت جمالك طبيعي، انت منك بحاجة تكبر عيونك ما شاء الله عنك، كل عين هالقد كل عين هالقد بدك نضوة. يعني حبت الزيتون شكله خلص. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. صدم متابعين الممثلة المصرية منى عرفة انه طلعت متزوجة من رجل متزوج باثنين نساء قبل منى وعنده 3 أطفال. خلينا نشوف هيدي المقابلة ونعود للتعليق على الموضوع. انت دلوقتي كان لك تجربة زواج قبل كده، الكلام ده حقيقي ولا؟ ولا انا هقدر اصرح بيه دلوقتي، يعني كل حاجه اسمه نصيب طبعا، وانا عندي 3 أطفال. فاضي انا بقى موجود؟ لا لا يعني ما يعني منا عرفة يا حبيبة قلبي، هيدا هي مشكلة عند البنات بشكل عام، بس يتركها حبيبة السابق او يصير في خلافات بتصير مثل ناطر هيك مستعجلة، اول واحد بيطلع بوجهه بتاخده تتقهر هديك، وهيدي قمة الدراما وقمة الفشل، انه الواحد يجي يتسرع بس ليقهر حبيبه السابق يجي يرتبط. شو جابرك يا حبيبة قلبي انت هلأ تجي وحدة ممثلة من انجح ممثلات مصر
من عمر صغير مبلشة والعالم بتموت على تمثيلك وعلى هضامتك، تجي تاختي واحد مزوج وعنده 3 أولاد ومجوز 2 قبلك، يعني هو في 2 مطلقين ومعي، يعني اكيد عايفين خلق منه، لا تركوه. انت شو بقصتك جاي زوجة ثالثة وثلاث اطفال؟ ما انت قد اطفال والطفلة رابعة صار عنده 4 اطفال. كتير فعلا بعرف بنات هيك من قمة الغباء لا ينتقموا من حبيبهم، بيروحوا بيتجوزوا اول واحد بيطلع بوجهم، تجوزني بيني، بيتجوزوا من هون بتبلش الدراما والمشاكل. وان شاء الله ان شاء الله يا رب ما كمان تنضمي قريبا لنادي المطلقات ان شاء الله، لانه فعلا انا بحب شخصيتي. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. صدم متابعين أصالة بلوكها الجديد، يعني هلأ على 60 بعد محرزة يا أصولة يا حبيبة قلبي نجي ونقص جارسون. أنا وعم بتطلع فيكي ما عادت عم ميز بينك وبين أصالة المصرية مذيعة MBC 3، شكلها الشحطة بتجي على كل اللي اسمهم أصالة. وعن بعيد إذا هيك بتبعد شوي بتفكروها جورعد، مين قصص لك يا هالقصة جورعد؟ كتير بشعة القصة، ما حبيتها، خففت لك من أنوستك. أنا هو القصات الرجالية للبنت ما بحبهم، إلا بحالات يلي بيكون عندها المرأة أو البنت مشكلة بشعرها ومضطرة تقص هيك قصة، بس أنت ما بعتقد عندك مشاكل بشعرك وبس حب تصير الجدل وتعملي هيك مواضيع. تحت الأرض رايتك عريت القصات اللي بتقصيها. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. قررت مريم حسين تتضامن مع كاميرون الامريكاني يلي عمل حادث وتسبب بوفاة ام وبنتها. خلينا نشوف شو قالت. حرام صح، لان كلنا احنا المراهقين يا ما سوينا ويا ما انه معرض بس الإنسان. حرام يعني 25 سنه ما ادري كم يعني، ولو بدي لك شيء لما الواحد عم بيسوق سياره. تبون الصراحه انا قاعده اشوف اني اخذ بنتي لامريكا ونروح البيت القاضي ونتضامن مع كاميرون. كاميرون لا صح ولا لا مصطفى؟ عادي احتمال شيل هاي. اخ والله جد لازم نتضامن معه. عجبتني هيدي كيف تضامنتي مع كاميرون. يلا كاميرون الرمانة تروح والرمانة تجي، كاميرون والرمانة يلا قربوا لي الكاميرا على الرمان. اوكي برافو عليكي. هلا من بعد شوفت هيدي الرمانات وهزتهم راح ينهز القاضي بامريكا بهزه رماناتك ويلغي القرار ودغري ويخفف له حكم السجن من 24 سنه لسنه واحده. ولي تحت الارض رايتك، انت شو خاصك بهذا الموضوع؟ اذا في تاس فسي بالصين بتجي بتحكي فيه وبتحشري حالك؟ ما خلص عرفنا انه ما بيطلع بايدك شيء وعلى طول بتطلعي بتتفلسفي وبتعملي حالك عم صانعه خير وبالاخر بتكوني صانعه ما رح تطلع هيدي الكلمه. خلص اول شيء منو مراهق عمره 21 سنه، ومن اسوأ الاشياء اللي بتزعجني الناس يلي بتستهتر بحياه غيرها، رايح يعمل سبق بمنطقه سكنيه وتسبب بوفاه ام وابنها. ان شاء الله يكون من اوسم الرجال وان شاء الله يكون من اسرى الاسرياء. هو طالما عمل هيدا العمل وتسبب بوفاة وبمعاناة لزلمة، ما في شيء بيعوض عن هيدا القصص، ولازم يكون درس لكل شخص انه ما نستهتر بحياة الناس الاخرين ونحاول قد ما فينا ما نأذي غيرنا من خلال تصرفاتنا. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة. ما في داعي أذكركم مثل كل مرة، إذا حبيتوا المحتوى ومنكن مشتركين بالقناة ضروري تشتركوا. كمان فيكن تتواصلوا معي على أكاونت إنستغرام اللي عم بيطلع قدامكن على الشاشة لحتى تقترحوا المواضيع اللي في جزء منهم لهيدي المواضيع أنتوا بعتولي إياها، إضافة لأهم خطوة اللي هي ترنوا الجرس لحتى ما تفوتوا ولا حلقة، لأنه اللي جاي أقوى بكتير.